أهلا ومرحبا بكم في قناة مايغرين تي في على اليوتيوب. سنقدم في هذا البث نصائح واقتراحات لك ولأطفالك لتساعدكم في الحفاظ على الصحة العقلية والتعامل والتغلب على التوتر والضغط النفسي في هذه الأيام التي تقضونها في المنزل، معتمدين في ذلك كمصدر على دراسة منظمة الصحة العالمية. من الطبيعي الشعور بالقلق أو الخوف أو الحزن أو الارتباك أو الغضب في أوقات الأزمة. إن التحدث عما تشعر به سيخفف من قلقك. قد يكون من الجيد التحدث إلى الأشخاص الذين تثق بهم. قم بالتواصل مع أسرتك وأصدقائك وأحبائك، كما يمكنك التحدث إلى أقاربك وأصدقائك عبر الهاتف وعبر منصات التواصل الاجتماعي. عندما يتعين عليك البقاء في المنزل، قم بتقييم هذه المرحلة. لا تهمل الحفاظ على روتينك اليومي والتغذية الجيدة والقيام بتمارين بسيطة يمكن القيام بها في المنزل بشكل منتظم والاهتمام بالنوم أثناء بقائك في المنزل. خصص وقتا لممارسة هواياتك، وإذا كنت ترغب في مواصلة دراستك الأكاديمية أثناء بقائك في المنزل، فيمكنك البحث في مواقع الويب التي تفتح مواردها للوصول المجاني خلال هذه المرحلة. خصص لنفسك وقتا للاستراحة والاسترخاء. يمكنك التقليل من التوتر والضغط النفسي بالتأمل والتنفس العميق وتقنيات الاسترخاء الأخرى. من أجل التغلب على مشاعرك، لا تستخدم التبغ والكحول والمواد المخدرة. إذا كنت تشعر بالتعب النفسي، تحدث إلى أخصائي أو مستشار رعاية صحية. قم بوضع الخطط عن الأماكن والأشخاص التي يمكنك الحصول على مساعدة منها من أجل صحتك العقلية والجسدية إذا اقتضى الأمر. اعرف ما هو صحيح. تجنب الشائعات والمعلومات الكاذبة من خلال متابعة الأخبار من مصادر موثوقة. احصل على معلومات من مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ومنظمات الصحة العامة لاتخاذ تدابير عقلانية. من أجل تقليل مشاعر القلق والذعر، قلل من مقدار الوقت الذي تتابع فيه المصادر الإعلامية التي تجدها محبطة. كما يمكنك أيضا تقليل القلق والتوتر الذي تشعر به عن طريق تقليل الوقت الذي تقضيه في مشاهدة أو الاستماع إلى الأخبار التي تجدها محزنة. تشير الدراسات إلى أن التعرض للأخبار السلبية أكثر من اللازم حتى وإن كان لغرض الحصول على معلومات يؤثر سلبا على صحة الشخص العقلية. لهذا يجب عليك التحكم في مدة الحصول على المعلومات. بما أن متابعة القنوات الإخبارية ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار للحصول على أنباء حول الوباء لها أثار سلبية على الصحة النفسية، قم بذلك في وحدات زمنية تحددها على أن تكون مرة أو مرتين يوميا. تذكر طرق التعامل والتغلب التي ساعدتك في الأوقات الصعبة في الماضي، واستخدم نفس الأساليب لإدارة والتحكم في عواطفك خلال فترة هذا الوباء. قد يظهر أطفالك ردات فعل مختلفة ضد التوتر والضغط النفسي مثل القلق أو الغضب أو البقاء بجوارك باستمرار أو الانطواء على نفسه أو التبول لا إرادي. كن داعما لردود فعل الأطفال أو استمع إلى مخاوفهم. يحتاج الأطفال إلى حب واهتمام الكبار في الأوقات الصعبة. امنحهم المزيد من الوقت واهتم بهم. استمع إلى أطفالك وتحدث معهم بلطف وقم بتهدئتهم. اضمن بقاء الأطفال بجانب أسرهم. تجنب فصلهم وبعادهم عن الأسرة أو مقدمي الرعاية ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية. اضمن تواصل الأطفال مع عائلتهم بشكل منتظم عبر الهاتف في الحالات التي تتطلب ابتعادهم عنهم مثل الإقامة في المستشفى، وقم بعمل توضيحات مطمئنة. حافظ على الروتين اليومي للأطفال. اتبع الجداول المعتادة قدر الإمكان وقم بإنشاء جداول جديدة للمواقف الجديدة، ونظم الوقت للدروس واللعب والاستراحة. شارك الحقائق مع الأطفال بلغة مناسبة لأعمارهم وبطريقة يمكنهم فهمها، واشرح لهم ما يحدث الآن. أخبرهم عن التدابير التي سيتخذونها لتجنب الإصابة بالعدوى. قدم لهم معلومات عما يمكن أن يحدث بطريقة تجعلهم يشعرون بالراحة. نشكركم على مشاهدة برنامجنا الذي شاركنا به المعلومات المحدثة. استمروا في مشاهدتنا وواصلوا متابعتنا.